السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مجددا في القناة ديالكم عبد التك. اليوم إن شاء الله غادي نخدمو ليكزيرسيس اللي وعدتكم به في الفيديو اللي فات. اليوم غنخدمو واحد ليكزيرسيس على ترانسفورماتور تريفازي، وغادي يكون فيه تقريبا جميع الأسئلة اللي كيتحطو في الامتحانات، لا في لي زو اف ام ولا لي فان دو فورماسيون. المهم حاول نجمع فيه معظم الأسئلة ويكون مفيد إن شاء الله للجميع. إذن أول حاجة غادي تقوموا بها هي أنكم غادي توقفوا الفيديو دابا، وغادي تخدموا هذا التمرين هذا وتشوفوا فيه لقيتوا فيه الصعوبات وجيو صحوا معايا. إذن غنخلي لكم رابط ديال التمرين في صندوق الوصف ونبداو على بركة الله. ان ترانسفورماتور ليكزيرسيس ديالنا كيقول ان ان ترانسفورماتور دي ايغريك ان 11، يعني ان ترانسفورماتور تريفازيك دي ايغريك ان 11 250 كافيا، يعني لا بويسونس ابارون ديرو هي 250 كيلو فولت امبير، 20 كيلو فولت في البريمير، 380 فولت في السكوندير. يعني هذا ابيسور، يعني كيهبط لينا لا طونسيون من البريمير للسكوندير، ولا فريكونس بطبيعة الحال هو 50 هرتز. il a donné ou zissé les résultats suivants. عندنا في لي سي ا فيد سو 200 سو 20 كيلو فولت، يعني ملي كنديرو لي سي ا فيد كيعطينا لا طونسيون ديال السكوندير ا فيد كتساوي 392 فولت، وكيعطينا لا بويسونس بي ان زيرو كتساوي 650 واط. فليسي اونكور سيركوي عندنا كنلقاو بلي اي دو سي سي كتساوي اي دو نومينال اللي كاينه في لا بلاك سينياليتيك ديال ترانسفورماتور، وكنلقاو بان لا طونسيون اي ان سي سي يعني في لي سي اونكور سيركوي كتساوي 815 فولت، وكذلك بي ان سي سي كتساوي 2800 واط. غادي ندوزو دابا للسؤال الاول اللي فيه دغيسي لو شيما دو كوبلاج دي زونغولمون. اذا عندنا في لونطري ديال الترانسفورماتور كما كتشوفوا هنا في لي سامبول تي ايغريك 11، دي كتعني تريونغل، يعني ان البريمير مكوبلي بتريونغل. هنا البريمير يعني لونطري مكوبلي بتريونغل، اما السورتي هنا كنشوفوا ايغريك صغيره يعني كتعني السورتي، السورتي مكوبلي بليطوال، وهنا هذا هو الكوبلاج ايطوال ديالنا. وهنايا كيخرج عندنا واحد لو نوتر كيتسمى نوتر ارتيفيسيال، يعني كيتكريا لينا لو نوتر ملي كنديرو لو كوبلاج ايطوال. ندوزو دابا لو دوزيام كيستيون، فيها اكسبليكي لا ديزينياسيون دي ايغريك ان 11، يعني غنقولو كل حاجه اشنو كتعني. اذا عندنا دي اشنو كتعني، هي البريمير كوبلي اون تريونغل، ايغريك صغيره كتعني ان سكوندير كوبلي اون ايطوال، ان كتعني نوتر ارتيفيسيال، وهاد الاونز كتعني لانديس اورير كما شفنا في لوكور لانديس اورير، هو 11 بي ال 6. ندوزي دابا على تروازيام كيستيون اللي فيها كالكولي لو رابور دو ترانسفورماسيون فاز ا فاز، يعني ان العلاقة ديال الرابور دو ترانسفورماسيون قلنا ام فاز ا فاز، وكيتسمى كذلك رابور دو ترانسفورماسيون با كولون ام سي، او كذلك هو نيت ام كيساوي
V2 0 على V1 نومينال. عندنا لو سكوندير كما شفنا دابا مكوبلي اون ايطوال. الى عندنا سكوندير اون ايطوال يعني اش؟ يعني ان اي دو زيرو كتساوي الراسين ديال تروا فوا في دو زيرو. غنجيو غنعوض في دو زيرو هنايا غنلقاو بلي ام كتساوي غنجيو غادي نعوضو في دو زيرو هنايا نلقاو بلي ام كتساوي اي دو زيرو على الراسين ديال تروا مضروب في في ان نومينال. وعندنا كذلك البريمير كوبلي اون تريونغل. الى ان البريمير مكوبلي اون تريونغل يعني ان اي واحد نومينال هي نيت في ان نومينال. يعني لا طونسيون اللي كاينه او بورن ديال الامبيدونس ديالنا ديال لانغولمون هي نيت لا طونسيون كومبوزي هي نيت لا طونسيون سامبل. حيتاش كاينه عندنا لا طونسيون ما بين فاز او فاز. دونك العلاقه ديال رابور دو ترانسفورماسيون غتبقى هي ام كتساوي اي دو زيرو على راسين ديال تروا فوا في ان نومينال. غادي نديرو لابليكاسيون نيميريك غنلقاو بلي ام كتساوي اي دو زيرو عندنا هي 392 مقسم على جذر 3 مضروب 20000. هنايا اي ان نومينال اي ان نومينال كتساوي في ان نومينال هي 20000. غنلقاو بلي ام كتساوي 0.0113. ندوزو للسؤال الرابع دابا اللي فيه كالكولي لا فالور دو اي دو نومينال. اذا باش نحسبو لا فالور ديال اي دو نومينال خصنا نطلقو من العلاقة ديال لا بويسونس ابارونت اس. عندنا اس نومينال كتساوي الراسين ديال تروا اي دو نومينال فوا اي دو نومينال. الور دابا غنديو باش نحسبو اي دو غنديو اس ان للطرف الاخر اللي قاو بلي اي دو نومينال كتساوي اس ان مقسوم على الراسين ديال تروا فوا اي دو نومينال. مبقى لينا الا نديرو لابليكاسيون نيميريك غنلقاو بلي اي دو نومينال كتساوي اس ان عندنا هي 250000 فولت مقسوم على الراسين ديال تروا مضروب في اي دو نومينال عندنا في لابلاك سينياليتيك ديال الموتور هي 380 فولت. غادي نلقاو بلي اي دو نومينال كتساوي 379.83 امبير. احنا لقينا الاي دو نومينال. ندوزو دابا الخامس سؤال اللي فيه كالكولي ان ان اي ان دو ساشون كو بي ماكس ايتيغال 1.6 تسلا اي لا سيكسيون ديال لي كونديكتور ديالنا هي اس كتساوي 170 سنتيمتر كوب. الوغ هنا مطلوب منا نحسبو نوفو دو سبيغ ديال بريمير و نوفو دو سبيغ ديال سكوندير. اذا باش نحسبو هاد النومبر دو سبي غنطرقو من العلاقه ديال بوشرو. اذا عندنا اون دابخي بوشرو في ان نومينال ايتيغال 4.44 اف بي N1 فواس N بي ماكس. هاي تانا غنخرجو N1 من هذيك العلاقة نلقاو بلي N1 كتساوي في أن نومينال مقسوم على 4.44 F
B max fois S. إذا غنجيو هنا عندنا V anominal هي نيتوي anominal حيتاش عندنا البريمير كوبلي اون تريونغل. إذا غادي نلقاو نديرو لابليكاسيون نيميريك نلقاو بلي N1 كتساوي U anominal نيت هي V anominal يعني هنا غنديرو U anominal كتساوي 20000 فولت مقسوم على 4.44 مضروب في 50. بي ماكس عندنا هي 1.6 والاس عندنا هي 170 سنتيمتر كوب خصنا نحولوها للمتر كوب. اذا خصنا نضربو مضروب 10 اس ناقص 4 مضروب في 170 مضروب في 10 اس ناقص 4. اذا غنلقاو ان ان ا الا درنا لي كالكول ديالنا نلقاوها كتساوي 3312 سبير. ندوزو دابا نحسبو ان 2 نومبر دو سبيغ ان 2. اذا باش نختصر شويه في هذا الحساب ديال ان 2 عندنا اون الرابور دو ترانسفورماسيون اللي حسبنا ديك الساعات اللي كيساوي في 2 0 على في 1 نومينال اللي كيساوي كذلك ان 2 سور ان 1 يعني نومبر دو سبيغ ان 2 ديال السكوندير مقسم على ديال البريمير. وبالتالي غنلقاو ان النومبر دو سبيغ ديال السكوندير كيساوي ام مضروب في ان 1. غادي نجيو فقط غنديرو لابليكاسيون نيميريك ام عندنا و ان 1 يلا حسبناها. اذا غنلقاو بلي ان 2 كتساوي ام هي 0.013 مضروب 3312 غنلقاو بلي ان 2 كتساوي 37 سبيغس. لا كيستيون 6 دابا السؤال 6 فيه كالكولي لا ريزيستونس ار اس غامني او سكوندير وكذلك الرياكتونس اكس اس غامني او سكوندير. اذا عندنا ون او سكوندير ان بلي ديك العلاقه ديال البي ان سي سي كتساوي 3 فوا ار اس اي 2 سي سي او كاري. يعني هنا البي ان سي سي يعني لا بويسونس اونكور سيركوي فليسي اونكور سيركوي كتساوي 3 فوا ار اس اي 2 سي سي او كاري كما شفنا في لوكور. اذا هنايا غادي نجي غنخرج ار اس من هنايا نجي غنلقاو بلي ار اس كتساوي بي ان سي سي مقسوم على 3 فوا اي 2 سي سي او كاري. مابقى ليا الا ندير لابليكاسيون نيميريك غادي نلقى بلي ار اس كتساوي بي ان سي سي عندنا في المعطيات هي 2800 واط مقسوم على 3 مضروب في اي 2 سي سي هي اي 2 نومينال اللي لقينا حيت عندنا في المعطيات اي 2 سي سي هي اي 2 نومينال ولقينا بلي اي 2 نومينال كتساوي 379.83. غنديرو اس 2 غنلقاو بلي ار اس كتساوي 0.646 اوم. دابا ندوزو هنا حسبنا ار اس ندوزو دابا الاكس اس كيفاش غنحسبوها. اذا عندنا العلاقه التاليه قلنا ام يو ان سي سي ايتيغال زد اس فوا اي 2 سي سي هذه العلاقه ديال لامبيدونس غامني او سكوندير. عندنا لا طونسيون كتساوي لا ريزيستونس او لا لامبيدونس فوا لو كورون. هنا ضربنا في ام حيتاش مشينا من البريمير للسكوندير باش نحسبو لامبيدونس غامني او سكوندير. اذا هنا غنجيو غنلقاو بان زد اس كتساوي ام يو ان سي سي مقسوم على اي 2 سي سي.
نديرو لابليكاسيون نيميريك نلقاو بلي زد اس كتساوي ام هي سير فاصله 11 3 مضروب في ان سي سي هي 815 عندنا في المعطيات و اي دو سي سي هي 379.83. الورا القابل للزد اس كتساوي 0.024 جوج اوم. هنا ملي لقينا زد اس و ار اس فباش نجبدو اكس اس عندنا العلاقة التالية قلنا زد اس او كاري اتيكالا اكس اس او كاري بليس ار اس او كاري. اذا هنا الا بغينا اكس اس اش غنديرو؟ نديرو الراسين ديال اش ديال زد اس او كاري ناقص الار اس او كاري. اذا هنا مبقى لينا الا لابليكاسيون نيميريك اكس اس كتساوي الراسين ديال زد اس هي 0.024 و2 ناقص ار اس هي 0.00646 2. وبالتالي غنلقاو بلي اكس اس كتساوي 0.023 اوم. ندوزو دابا للسؤال السابع اللي فيه ان عندنا واحد لو ترانسفورماتور اليمونت اون شارج اندكتيف، يعني ان الترانسفورماتور دابا غادي لينا غادي نعطيه واحد لا شارج اندكتيف افيك اون بويسونس ميزوري بار لا ميثود دي دو وات متر. يعني عبرناها عبرنا البويسونس ديال ديك لا شارج اللي كاينه اللي واصله ديك لا شارج ب لا ميثود دي دو وات متر دي دو وات متر، ولقينا ان بي 1 كتساوي 150 كيلو وات و بي 2 كتساوي 50 كيلو وات. قال لك السؤال دابا دوني لو شيما دو ميزور، يعني الشيما ديال الميزور اللي درنا لهاد لا ميثود ديال لي دو وات متر. اذا عندنا لا ميثود دي دو وات متر معروفه، عندنا لامبيدونس ديالنا يعني ترانسفورماتور كوبلي اون ايطوال في سكوندير، يعني غيكون عندنا لامبيدونس ديالنا على شكل ايطوال، يعني لا شارج غتكون على شكل ايطوال. هذا باغ اكزومبل زد ان لامبيدونس زد ان لامبيدونس زد دو لامبيدونس زد تروا، هادي كتعني لا شارج. هنا لا ميثود ديال لي دو وات متر كنديرو لو وات متر مثلا في لو فاز مثلا هنا ال1، وغادي نجي ونحط واحد الوات متر هنا هنا ال2 هنا ال3. اذا لا ميثود دي وات دي وات متر كنديرو هنايا باش نعبرو لو كورون، هنايا كنديو الطرف الاخر لو تروازيام لين. كذلك بالنسبة للين دو يعني كنعبرو الكورون اللي دايس في الال دو، وكنديو باش نعبرو لا تونسيون اللي كاينة مقارنة ما بين الال دو والال تروا، وبالتالي كيعطينا جوج ديال لي بويسونس، واحد البويسونس كتسمى بي ان هنايا وواحد لا بويسونس غادي يعطيها لينا بي دو هنايا. إذن هذا هو لو شيما دو ميزور ديال لا ميثود دي دو وات متر. ندوزو السؤال 8 اللي فيه ديتيرميني لو كوس في دو ديال لا شارج اندكتيف، يعني دابا خصنا نحسبو لو كوس في. هنايا باش نحسبو الكوس في ضروري خص تكون عندنا لا بويسونس، لا بويسونس توتال ديال هاد لا شارج شحال واصلها باش نحسبو الكوس في ديالها. اذا عندنا دابخي لا ميثود ديال لي دو وات متر
ان بي توتال اللي وصلها لا شارج هي بي ان بليس بي دو كتساوي 150 زائد 50 كتعطينا 200 كيلو وات هي اللي وصلها لا شارج. وان لا بويسونس رياكتيف توتال هي الراسين ديال 3 ديال بي ان موان بي دو غتعطينا هي الراسين ديال 3 بي ان هنا هي 150 ناقص 50 نلقاو بلي كي توتال كتساوي 173.2 كيلو فار. الوغ هنايا دابا عندنا البويسونس توتال و البويسونس اكتيف و رياكتيف توتال وعندنا لو دي عندنا الديغرام دو فرينيل على الشكل التالي هنا هنايا بي توتال وهنا عندنا كي توتال وهنا عندنا الزاوية في. اذا هنايا عندنا العلاقه ديال باش نجبدو في عندنا التونجونت في هي اش هي لا بويسونس رياكتيف يعني كي توتال مقسوم على بي توتال غتخرج لينا طونجونت ديال في دو هنايا طونجونت ديال في دو كتساوي كي توتال على بي توتال كي توتال عندنا هنا هي 173.2 بي توتال عندنا هي 200 نلقاو بلي طونجونت في كتساوي 0.86 الوغ باش نجبدو لوكوس في دو غادي نديرو كهو لوكوس ديال اش ديال طونجونت موان زان ديال 0.86 وغنلقاوها كتساوي 0.75 يعني ان الكوس في دو كتساوي 0.75. ندوزو دابا للسؤال الموالي اللي فيه كالكولي لا فالور دو لا شيت دو طونسيون دلتا اي دو. اذا هنايا باش نجبدو لا شيت دو طونسيون دلتا اي دو ضروري خصنا نجبدو دلتا في دو يعني لا طونسيون اللي كاينه لي شيت ديال طونسيون اللي كاينه بين شاك فاز بين شاك فاز فاز يعني ضروري خصنا نجبدو لا شيت دو طونسيون اللي كاينه بين شاك كولون يعني بين فاز فاز. اذا عندنا العلاقه ديال دلتا في دو كتساوي جي دو عامل لي ار اس كوس في دو بليس اكس اس سينوس في دو. الوغ هنايا درنا جي دو ماشي اي دو حيتاش عندنا الفرق حيتاش عندنا لو سكوندير كوبلي اون ايطوال يعني ان جي دو هي اي دو كنت كان عندنا سكوندير كوبلي اون تريونجل جي دو غتكون مختلفه على اي دو. اذا هنا قلنا لو سكوندير كوبلي اون ايطوال يعني ان جي دو كتساوي اي دو وبالتالي دلتا في دو هنايا دلتا في دو غتولي هي اي دو عامل لي ار اس كوس في دو بلس اكس اس سين في دو. غنديرو لابليكاسيون نيميريك اي دو عندنا هي 373.8 ار اس هي 0.064 الكوس في دو هو 0.75 بلس اكس اس هي 0.023 والسينيس في دو غادي نجبدوها من الكوس في دو غنلقاوها
كتساوي 0.66، وبالتالي دلتا في دو هنا غتساوي 7.6 فولت. عاد دابا غنجيو غادي نحسبو دلتا اي دو. دلتا اي دو شحال كيساوي؟ عندنا السكوندير كوبلي اون ايطوال يعني اش، يعني ان لا طونسيون دلتا اي دو، يعني لا طونسيون لا شويت دو طونسيون فاز ا فاز ما بين كل فاز و فاز هي دلتا اي دو، هي الراسين ديال تروا فوا دلتا في دو، يعني لا طونسيون كومبوزي كتساوي طونسيون سامبل فوا الراسين ديال تروا. وبالتالي غنلقاو بلي دلتا اي دو يعني لا شوت دو طونسيون ما بين جوج ديال لي فاز ديال الترانسفورماتور كتساوي في السكوندير كتساوي جذر 3 مضروب 7.6. غنلقاوها كتساوي 13.17 فولت. ندوزو دابا لا كيستيون 10 اللي فيها ايفالي لو روندمون دي ترانسفورماتور، يعني حسب لينا الروندمون ديال الترانسفورماتور. اذا اول حاجه غنحطو بعدا العلاقه ديال لو روندمون. لو روندمون هو بي 2 مقسوم على بي 2 بلس لي بيرت كويفر بلس لي بيرت فير. ولكن واحد الحاجه ما عندناش بي 2، خصنا نحسبوها. عندنا بي 2 كتساوي هي راسين ديال 3 فوا اي 2 فوا اي 2 الكوس في 2. عندنا الكوس في 2 ولكن ما عندناش اي 2 وما عندناش لو كورون اي 2 اللي كاين اللي وصل لا شارج. الوغ هنايا خصنا نحسبو اي 2 و لا طونسيون اي 2 اللي وصل لا شارج و الكورون اي 2 اللي وصل لا شارج. اذا باش نحسبو لا طونسيون اي 2 غادي نستعملو العلاقه ديال لا شيت دو طونسيون. دلتا اي 2 كتساوي اي 2 0 ناقص اي 2. الوغ هنايا باش نجبدو اي 2 كتساوي اي 2 0 ناقص دلتا اي 2. هنديرو لابليكاسيون نيميريك، نلقاو بلي اي 2 كتساوي اي 2 0 عندنا في المعطيات هي 392، لا شيت دو طونسيون لي يلاه حسبناها دابا هي 13.17. غنلقاو بلي اي 2 لي واصله لا شارج ديالنا، يعني ملي حيدنا منها لا شيت دو طونسيون، طونسيون اللي بقات وصلت لاشارج هي 378، الى درنا لي كالكيل ديالنا 0.83 فولت. اذا هذه هي لا طونسيون اي 2. باش نحسبو عاوتاني لو كورون اي 2 خصنا نستعنو بالعلاقه ديال لا بويسونس ابارونت، يعني عندنا اس ان كتساوي هي راسين ديال 3 فوا اي 2 اللي يلا حسبنا دابا نضرب في الكورون اي 2. اذا هنا غنجبدو ان اي 2 كتساوي اس ان على الراسين ديال 3 فوا لا طونسيون اي 2. غنديرو لابليكاسيون نيميريك، نلقاو بلي اي 2 كتساوي اس ان عندنا في المعطيات هي 250,000 مقسوم على الراسين ديال 3 فوا اي 2 اللي يلاه حسبنا دابا 378.83. نلقاو بلي اي 2 كتساوي تقريبا 381 امبير. الوغ دابا يمكن لينا نحسبو بي 2، وغنلقاو بلي بي 2 كتساوي هي الراسين ديال 3 فوا لو كورون اي 2 هو 381، الطونسيون اي 2 اللي واصله لا شارج هي 378.83،
والقوس في دو من طبيعة الحال يلا حسبنا هذيك الساعة كيساوي 0.75. الور غنلقاو بلي بي دو كتساوي مية وسبعة وثمانين فاصلة خمسة كيلو وات. إذا من بعد ما حسبنا لا بويسونس بي دو غادي نشوفو لا بيخت كويفر دابا شحال كيساويو. عندنا البيخت كويفر هما نيت البي ان سي سي كيما شفنا في العلاقات اللي درنا في الكور. و بي ان سي سي عندنا في المعطيات كيساوي 2.8 كيلووات. كذلك بالنسبة للبيخت فيغ هو البي ان زيرو كيساوي كما كان في المعطيات هو 0.65 كيلووات. الوغ دابا مبقى لينا الا نديرو لابليكاسيون نيميريك ديال لو روندومون كيساوي 187 للقناة ديال بي دو مقسوم على 187.5 زائد البيخت كويفر هي 2.8 والبيخت فيغ هي 0.65. غنلقاو بلي لو روندومون كيساوي تقريبا 98%. ندوزو دابا لآخر سؤال في هاد التمرين et fait calculer la valeur de courant secondaire qui rend le rendement maximal. يعني باش نحسبوا لو كورون اللي كتحسب ليا لو كورون اي 2 الى كان الروندمون ماكسيمال. اذا امتى كيكون عندنا الروندمون ماكسيمال؟ الحاله فاش كيكون عندنا الروندمون ماكسيمال هي فاش كيكون البيخت كويفر مقاد مع كيساوي البيخت فيغ. إذن غنجيو غادي نكتبو أن لو روندومون إي ماكسيمال بوغ كو هنا البيخت فيغ يكون كيساوي البيخت كويفر. وعندنا البيخت فيغ هو ال P0 اي ال بيخت كويفر هو ال P1CC كيساوي 3 فوا RS E2 او كاري ماشي E2CC دابا حيتاش E2 هي اللي بغينا نجبدو. الو غادي نجيو غادي نحطو العلاقة ديال التساوي يعني ان 3RS فوا E2 او كاري كيساوي P0. غادي نجيو غنجبدو E2 من هنا نلقاو بلي E2 كيساوي راسين ديال P0 مقسوم على 3 فوا RS. غنجيو غنديرو لابليكاسيون نيميريك نلقاو بلي E2 كيساوي راسين ديال P0 P0 عندنا هو 650 واط مقسوم على 3 نضرب في RS هو 0.064. غادي نلقاو الى درنا لي كالكول ديالنا بلي E2 كتساوي 183.13 امبير. وهكذا كنكونو سالينا التمرين ديالنا. نتمنى ان الشرح يكون في المستوى يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تبخلوش علينا باللايك والبارطاج الى كان الفيديو يستحق وبارطاجيو مع الدراري اصحابكم باش تعم الفائده. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله اللي غادي نحاولوا نخدموا فيه واحد ريزومي على لي موتور اسينكرون تريفازي. والى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه والسلام عليكم.